كابتن احمد معلش احنا الخط قطع، يعني كنا بنتكلم على الاجواء نفسها والكبار في دور ال 16 هم اللي خلاص بيصعدوا، وفرق ما بين الادوار التمهيديه ودور ال 16 للمنتخبات الكبيره. انت عارف ان طبعا الفرق الجماعيه الكبيره بتتجمع قبل البطوله بوقت قليل جدا، فالاندماج بين الفريق ككره جماعيه بتبقى قليله جدا. صحيح. بيزيد مع دوري المجموعات بثلاث ماتشات، وبيحصل الانسجام بين اللعيبه وبعضيها، اللي انت عارف المسكولوف على مستويات الاوروبيه المختلفه وفي كذا من اكتر من نادي، فبيتجمعوا فتره قليله. ففعلا في بعض الناس بعض المنتخبات ما قدرش تجاري الموضوع وخرجت. النهارده الكبار هم اللي بيكسبوا، الكبار هم الموجودين، وعمر ما كاس العالم ما في حد، نادرا تلاقي حد من عدم حصوله على كاس العالم او كره كبيره او كره تاريخيه مثلا زي فرنسا والمانيا والبرازيل والارجنتين مره واحده ما يخش كاس العالم. صحيح. فنادرا جدا في بطوله كبيره زي ديت، لكن البطوله الاجواء جميله جدا بره المستطيل الاخضر وداخل المستطيل الاخضر. حقيقي. اجواء في 24 ساعه احداث، الواحد فعلا كنت جاي مع يعني مدعو فتره الافتتاح وماتشات قليله جدا، لقيت نفسي مش قادر اسيب الحدث، وكلنا موجودين وكلنا متواجدين بنستمتع بهذا الحدث الكبير. كنا نتمنى طبعا وجود منتخب كبير زي مصر، وده فعلا كل الناس هنا كانوا بيقولوا لو منتخب مصر موجود كان البطوله بجماهير المصريه بلاها شكل تاني. صحيح يا كابتن. طيب رايك بقى في المنتخبات الكبيره اللي صارت حضرتك بتتكلم عليها، ومين اللي هيكمل يا كابتن منهم؟ احنا لسه بكره في ماتش طبعا المغرب واسبانيا والبرتغال وسويسرا، دول اللي خلاص بقى اخر منتخبين هيصعدوا لدور ال 16. الاول تتوقع مين بكره كابتن، وبعد كده نقول بقى مين اللي تشوفه ممكن يكمل المسيره، هل المغرب ولا اسبانيا، هل سويسرا ولا البرتغال؟ كابتن احمد سلمان وتوقعاته. لا طبعا اسبانيا الكوره والتاريخ والفنيات والمهاره والدوري الاسباني القوي والاحتراف، حاجات كتير جدا بتأهل اسبانيا، لكن احنا املنا كبير جدا في الفريق العربي المغربي الوحيد دلوقتي الموجود. صحيح. املنا في الجماهير، انا حضرت ماتش المغرب الاخراني كان ال 24 ال 90 دقيقه يعني تشجيع جنوني جدا وصيحات للجماهير المغربيه، وفي تعاطف جدا مع المغرب دلوقتي، كل الدول العربيه والافريقيه موجوده معاها، الجاليات كلها العربيه والافريقيه موجوده. ممكن يكون سلاح الجمهور بكره دور كبير لفريق البرتغال، لكن طبعا التاريخ بيميل لاسبانيا وبيميل للبرتغال، وده كان المتوقع ان فرق كبيره هتبقى في الادوار الثمانيه اللي بعد كده، وده كره القدم برضه يفضلوا كبار فعلا طول عمرهم. حقيقي. طيب بالنسبه للمستويات بقى الفرق الكبيره كابتن، حتى الان بتشوف مين اللي ممكن يكون طرفي النهائي في هذه البطوله كابتن؟ يعني طبعا انا بره العرب وافريقيا بميل للبرازيل، يعني بسبب ان انتماء، لكن الكره البرازيليه كره محترمه، والنهارده شفنا المستوى مش اللي ابتدت بيه البرازيل. صحيح. المستوى ارتفع باندماج اللعيبه بتثبيت الفرقه، البدايل في البرازيل هي اعلى حاجه في الفرق. كل الفرق اللي صعدت البدايل ليس بمستوى الفريق الموجود في الملعب. النهارده البدايل في البرازيل على مستوى عالي، واحد واثنين قريبين جدا من بعض، وده اللي بيحسن في البطولات الاخرانيه. البديل في هذا المشوار الطويل عشان توصل كاس عالم، توصل لنهائي كاس عالم، وانا شايف ان البرازيل الاحق وهي الاقرب للوصول لهذه المباراه النهائيه. كابتن احمد، هل في اجواء بقى بالنسبه للنجوم الكبار كابتن احمد سليمان كابتن حسن شحاته بتحصل، يعني طبعا استقبال الجماهير المصريه هناك اكيد انتوا حاسين بيه، في نفس الوقت طبعا الجماهير القطريه، وما دام احنا مش موجودين في البطوله فانتوا حضراتكم موجودين، يعني بتعبروا عن مصر اكيد هناك. الحمد لله طبعا رئيس الاتحاد رئيس الشيخ حمد رئيس اتحاد القطر واللجنه المنظمه مقدره التاريخ اللي احنا عملناه في مع منتخب مصر على مستوى كاس القارات والامم الافريقيه، عشان كده الناس حريصه جدا يكونوا كابتن حسن شحات او احمد سليمان واحمد الطيدي وطبعا احمد حسن كابتن منتخب مصر، وعلى مستوى التحليل في اسماعيل يوسف وسام حسن نجوم كبيره وهاني رمزي موجودين في القنوات التحليليه. فالحمد لله يعني عاملين تواجد لمصر. في صوره معانا كابتن اسمه الامير حمد كان يعني بيسلم عليك، ودي يعني طبعا يعني لفته رائعه وجود كابتن حسن شحاته او حضرتك كابتن حسن معاه، يعني بتصورين معاه شفناها يعني الحمد لله على الشاشه. احنا دايما بيجيبونا في يعني استقبالاتنا كلها الفي اي بي على اعلى مستوى، في الماتشات في اي انترفيو في اي اجتماع مقدرين الجهاز. فوجئنا النهارده واحنا في الفي اي بي، لقينا الحراسه بيطلبوا من كابتن حسن التوجه للسيد الامير تميم ان هو عايز يشوفنا، مفيش كان بيننا وبينه يعني كرسيين كده، رحنا كان حديث شيق جدا، قمه التواضع من امير عربي
شاف مصر في حسن شحاته بامانه. النهارده حسيت الراجل ده بيحب مصر، وشاف واحد زي حسن شحاته ممثل للكره المصريه وتاريخ مصر، حوار دار كبير جدا بتاع ربع ساعه وكله عن الرياضه ومصر وذكرياتها الجميله، والكابتن احمد حسن دخل طبعا، وناصر رئيس الاتحاد باريس سان جيرمان، الشيخ ناصر، وانا وعلى وعارف ان انا مدرب حراس مرمى وموجود في الجهاز. الصراحه يعني ناس مقدرانا، وبعديها بثواني لقينا الشيخ حمد رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد العماني، والناس كلها بتلتفت حوالين كابتن حسن. ده على مستوى الناس الكبار اللي فوق، لكن على المستوى العام كابتن احمد الامير تميم هل يعني كان نتمنى ان مصر تبقى موجوده في البطوله، يعني عشان برضو حضرتك كنت بتتكلم على الناس كلها بتتكلم، هل الامير تميم اتكلم على النقطه دي؟ لا طبعا كان يتمنى منتخب مصر يكون موجود، واتكلم على مهارات لعيبه مصر وامكانيات لعيبه مصر وان نوعيه لعيبه مصر لازم تكون موجوده في قطر بامانه يعني، وطمن من كابتن حسن شحاته على صحته. طبعا انا ما يعني انا بقول حاجه بسيطه لان ماليش القدره ان انا اتكلم بلسان شخصيه كبيره زي دي وشخصيه عظيمه، لكن هو ده فعلا ما مجمل الحوار وترحيب وبلدك واللي احنا مرحبين بيها كابتن حسن وجهازك وانت موجود واللي انت عايزه وقطر كلها معاك. الصراحه يعني اخجلنا من هذا الوضع، الصور بتبين ايده طول ما كابتن حسن بيكلم مع كابتن حسن ايده على كتف كابتن حسن. انا ما جيت اتصور طلبت صوره فردي معاه ايده على كتفي مع احمد حسن. لا قيمه التواضع من امير عربي، فعلا الناس دي مش ناجحه بالساهل، لا ناجحه دي بعمل ومجهود برئاسه الامير تميم. اتمنى طبعا البطوله زي ما ابتدت اختتمت قطر، انا كل اللي قلته للسيد الامير انتوا احرجتوا العالم كله، هذا التنظيم والاجواء خارج يا كابتن محمد انت مش عايز احكي لك على الاجواء، الاجواء في الشوارع احلى من الاستاد، يعني الاستاد قمه النشوه في الفرحه، لكن الاجواء مش قليله بره، انت عايش في كل حته بالنهار بالليل، الاستادات حتى تحليل ساعات بنروحها بتبقى جوه الميه في اماكن